تجميل الشعر ودهانه ده بقى ايه؟ النبي عليه السلام اوصى ان اللي له شعر يا جماعه يدلكه، ويدلكه بزيت الزيتون، ده افضل حاجه يعني. وزيت الزيتون مال الدنيا، اذا زيت زيتون صغير عندك كده نقطتين بدلك بيها الشعر الصبح وبالليل، وده بيضمن لمعانه ويؤجل المشيب. لاحظ الحكايه دي، التدليك بزيت الزيتون يضمن لمعان الشعر ويضمن تاخير المشيب. للرجاله ولا للستات؟ للاثنين، للرجال ولا الستات؟ الاثنين. تجميل الجلد وخصال الفطره. تجميل الجلد ده يا جماعه ان انت دايما جلدك ناضر كده. الجماعه اللي فيهم نضاره في الجلد ده من طول السجود ولا من الصلاه الخضراء ولا من هو بيدهن باستمرار ولا من هو بيدعي ربنا وبينظر في المصحف؟ يعني ايه اللي بيعمل نضاره في الوجه؟ طول السجود ولا النظر في المصحف ولا الصلاه الخضراء ولا ايه؟ لانك انت ممكن تلاقي اثنين جنب بعض او مع بعض، واحد مشفوط اللون خالص ما فيش وش، والتاني فيه نضارة. جت منين النضارة؟ يبقى اذا عندنا تكرار الوضوء، خصال الفطرة، السجود لله عز وجل، ها، والنظر في المصحف بيعمل جمال رهيب جدا في الوجه. عندنا بعد كده ما يسمى بالايه؟ بالاستحمام الصحي. الاستحمام الصحي احنا طبعا ممكن نخش بالمية وكل يوم نتبربط، او العيال تخش الدنيا حر استحمى واخد. لكن الاستحمام الصحي فيه تلميع الجلد، ليفة من الليفه بتاعتنا النباتيه وتدعك جلدك، ها، ولو مش طايل ظهرك بتربط الليفه بحاجه من فوق وحاجه من تحت وتفضل تدعك كويس قوي. التدليك بالليفه ده يا جماعه مهم جدا، بينشط الدوره الدمويه، بيوقع الجلد الفاسد، بيشيل الرواسب اللي على الجلد، لانه العرق لما بيطلع ويطلع ويطلع بيسيب رواسب بعضها ملحيه وبعضها بروتينيه، فيخلي ريحه الجلد وريحه الابط وريحه الرجلين ريحه وحشه جدا. يبقى مفيش فيها غير الليفه المحترمه. خلاص؟ الليفه دي على الاقل كل اسبوع مره يعني ولا ايه؟ حتى لو انا بغتسل غسل شرعي، الغسل الشرعي من الجنابه او من الحيض انا شرحته قبل كده، بتغسل الاول استنجاء، وبعدين تتوضا وضوءك للصلاه، وبعدين تغسل وشك وايديك وتحسو ثلاث حسوات ثلاث مرات على راسك، وبعدين تغسل الشق الايمن وبعدين الشق الايسر وبعدين رجليك. حتى لو الدش بينزل ميه لازم تتخيل ده. يعني ما ينفعش اخش اغط نفسي في ميه واطلع، ده مش غسل لا راجل ولا ست، وما ينفعش. يعني ما ينفعش اقول انا استحميت خلاص وانا خلاص كده طهرت من الجنابه اصلي. لا يا بابا، اذا لم تنوي غسلا شرعيا لا يصح ليك صلاه ولا يصح للحائض انها تصلي. انما الاعمال بنيات وانما لكل امرئ ما نوى. ناوي غسل شرعي ولا مش ناوي؟ طب انا استحميت وخرجت ما نويتش، خش تاني يا بابا. واضح؟ يبقى مهم جدا في الاستحمام الصحي ده. بالاستحمام الصحي مش معناه ان انا املى الحوض منظفات وصابون وكلور وديتول واقعد العب، الكلام ده يعمل لك التهابات وحساسيه و و و و يعني خلينا بس ندعك جسمنا كده اوام اوام ونشطفه اوام اوام علشان خاطر ما نصابش بيه تسممات وتسلخات وحساسيه جلديه. لا، هو خلي بالك الطبقة الدهنية بتاعة الجلد المفروض انها متجددة. يعني لو هرشت وقع لك 3-4000 خلية، لو مسكت الليفة ودعكت في 3-4 مليون خلية بيقع ويتكون غيره. يعني انت لو عملت كده اهو فرفضت يجي 5-6000 خلية، وتلاقي الخلايا لما تفرفض تبقى عاملة زي الطينة. فهمت حاجة؟ فاحنا الخلايا بتتجدد رضيت او لم ترض. خلاص؟ طيب، يبقى بس بنقول ان احنا ما نطولش في الحمام، لان اللي بيقعد في الحمام اكتر من ربع ساعه نص ساعه ده شيطان، سواء كان بيستحمى او بيعمل تواليت براس. ولو لقيت واحد بيقعد في الحمام اكتر من ربع ساعه تكسر عليه الحمام. بتعمل ايه عندك؟ عندي امساك، اطلع خد ملين. بتعمل ايه عندك؟ هو ده بيعمل مصيبه سيادة. اي ولد اي بنت اي امراه اي رجل يقعد اكتر من ربع ساعه في الحمام تكسر عليه الباب. طيب، عندنا بعد كده ادوات التجميل او المكياج. ادوات التجميل او المكياج قلت لك بقى ادوات تجميل، سجود، النظر في المصحف، الوضوء، خصال الفطره، تشيل شعر الابط والعانه، تقص ضوافرك، تغسل سنك بالمعجون، ده التجميل. في بقى تجميل بقى شيطاني بتاع العفاريت. تجميل الشياطين بقى ما معايا روج، وطبعا احط روج، ودلوقتي ما بحطوش روج، بيحطوا حاجات سوداء، يعني استغفر الله العظيم، يعني حاجات سوداء فوق وحاجات زرقاء تحت، ويعني انت ما انتش عارف اذا كنت قدام انسانه بني ادمه ولا حاجه من المخلوقات الاخرى. طيب، ده حاجات بسيطه،
لكن عندنا حاجات تانية بقى. عد معايا، ممكن احط لك رموش صناعية، وممكن احط لك طقم اسنان جميل جدا جدا مش بتاعي، حاجة عيرة كده خلاص، وممكن احط لك قطع غيار تانية، وممكن احط لك حاجات كذا، وممكن البس باروكة ملهاش حل في الشعر الجميل. وده كان واحد صاحبنا الحقيقة، كان متجوز واحدة جميلة جدا، حط عدسات لونها جميلة، عدسات لونها جميلة، وحط حاجات اسنان كده جميلة، وحط مش عايز اقولك رموش صناعية في عينيها، وحط شعر مستعار او باروكة وكذا. هو طبعا شافها ملكة جميلة عالم، لكن لما جه يتجوز الحقيقة هي دخلت فشالت الباروكة وطلعت الرموش وشالت العدسات وشالت السنان، طبعا طلعت زي دراكولا. وبعدين طبعا الراجل بص كده، ايه ده، مش هي دي اللي انا متجوزها، من غشنا فليس منا. فهو قاعد فلازم تفضل، انا متجوز دول، طبعا ده ما يصحش. فادوات التجميل او المكياج المبالغ فيها ما يصحش. احنا عندنا ممكن احط كحل، ممكن اعمل خضاب او حنه، لكن احنا احتقرنا الخضاب والحنه، فبقينا نحط بقى ايه، يعني حاجات كده غريبه جدا كلها مواد سامه. طيب جمال العين زي ما بقول، الجمال الرباني بتاع العين ان انت تغسلها 3-4-5 مرات في اليوم، ومن توضا 5 مرات يوميا مش عايز اقول لك 99% من امراض العين ما بتقربش من عين، ويكفى بالمرء جمالا ان يتوضا، كفى بالمرء جمالا ان يتوضا، كل اللي مطلوب منه يغسل عينيه بميه بس. ايه رايكم في الجمال ده؟ حاجه كده ربانيه. بقيت قوه النظر، سلطه خضراء وسجود، سلطه خضراء وسجود، انت احلى نظر، الا اذا كانت في عيوب وراثيه بقى تروح لدكتور العيوب. طيب عندنا كمان جمال الاذن، المفروض ان جمال الاذن انا بنضف ودني باستمرار والثنايات بتاعتها، وده في الوضوء، يعني لما باجي الوضوء بصابع الصغير كده وبلف في الثنايات بره وجوه، ده غسيل. وبعدين دايما في حته كده عليها حته قطنه، بنضف ودني على الاقل كل يوم مره، ده كده انت انسان كويس. لو سبت نفسك هتلاقي الاوساخ تتراكم في الثنايات ورا وقدام، وريحه الودن وحشه، وفي ناس كتير قوي بتجينا ريحه ودنها وحشه جدا. يبقى هو ساب نفسه لدرجه انه ايه، الميكروبات والفطريات والدنيا بقت صعبه. فالنظافه اول باول احسن من انك تسيب الدنيا تتدهور، مش كده ولا ايه؟ طب لو انا لقيت ابني ولا بنتي ريحه الودن متغيره، اوعى تسكت، اوعى تسكت، زي ما بقول لك ريحه النفس، ريحه النفس ابنك ولا بنتك متغيره ما تسكتش، مشكله في السنان، مشكله في الزور، مشكله من جوه، ما تسكتش. اوعى تسيب ولد او بنت ريحه بقه وحشه،